ارتفاع الكوليسترول، كل المصريين عندهم ارتفاع الكوليسترول طبعا، عشان الغذاء اللي بياكله معظمه غذاء غير صحي وما بيعمل وما بيلعبش رياضه. ده اللي هو 99% من الناس اللي هو ارتفاع الكوليسترول سببه سوء التغذيه وعدم ممارسه الرياضه. في 1% بقى دول العيوب الخلقيه، دول لهم علاج تاني خالص مختلف تماما عن العلاج بتاع الناس اللي عندهم كوليسترول العاديين. العيب الخلقي ده في ادويه وحقن دي غاليه جدا، ولازم يبتدوها من بدري اول ما نكتشف العيب الوراثي ده، ودي نسبه ضئيله قوي، 1 كل 100 ألف، يعني مش عدد كبير. اما بقى الشخص الطبيعي اللي هو عنده ارتفاع الكوليسترول او الشخص العادي، جزء منهم بيبقى عنده مرض السكر. اهم حاجه في انك عشان توطي الكوليسترول والحاجات ده انك تظبط السكر مظبوط، لازم علاج السكر اهم شيء عشان الكوليسترول ينزل. بالاضافه بقى في ادويه بتوطي الكوليسترول وممارسه الرياضه، المشي زي ما قلنا ده اهم حاجه، اهم رياضه عشان نقلل الكوليسترول ونقي من امراض ضيق الشرايين.